السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الكرام ضمن سلسلة متابعاتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان على غزة، ونناقش اليوم استمرار مجازر الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة والتحول الدولي نحو ضرورة إقامة دولة للفلسطينيين تحت ضغط ضربات المقاومة التي أسفرت خلال الساعات الماضية إلى مقتل أو عن مقتل 24 ضابطا وجنديا من جيش الاحتلال. سيكون معنا مشاهدينا في هذه الساعة في التغطية عبر سكايب من القدس الكاتب المختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ راسم عبيدات، وكذلك عبر خدمة زوم من الضفة الغربية سيلتحق بنا الناشط السياسي والأسير السابق الأستاذ رمزي فياض، وعبر سكايب من اسطنبول الخبير العسكري العقيد أحمد حمادة. نبدأ معكم مشاهدينا التغطية بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه التغطية المتواصلة من قناة رافدين بعد 10 أيام بعد 100 من العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة، ونبدأ مع الأستاذ راسم عبيدات المختص في الشأن الإسرائيلي. أستاذ راسم مساء الخير عليك. مساء النور لكم جميعا وأهلا وسهلا بكم. أهلا بكم. العملية التي قتل فيها نحو 24 ضابط وجندي من جيش الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية في خان يونس لا تزال تتردد أصداؤها، ما أثر هذه الضربة العسكرية على المحتل الداخل المحتل؟ نعم، هذه العملية، قيمة هذه العملية ليست في ما تكبده الاحتلال من خسائر بشرية في جنوده وضباطه، بل هذه العملية هي لها تداعيات فيما يتعلق بجيش الاحتلال وجنود الاحتلال. هذا الجيش واضح أن هذا الجيش وكان يعاني من تراجع الروح المعنوية وانخفاض الروح القتالية عند هذا الجيش، والذي كان يعتمد على جيش الاحتياط بدل القوات النخبة التي تم إخراجها من الخدمة لحجم الخسائر التي تكبدتها في المعارك التي تخاض في قطاع غزة لليوم العاشر بعد 100. وهذه العملية ستترك أثارها على الداخل الإسرائيلي وعلى الخلافات المحتدمة داخل المستوى السياسي. هناك تصدعات داخلية، هذه التصدعات الداخلية تحدث في الجبهة الداخلية وتحدث في الجيش. هناك جيش منهك وجيش روح المعنوية منخفضة، بالإضافة إلى الخلافات التي تستعد داخل مجلس الحرب. هناك من يدعو إلى استمرار الحرب بشكل شامل ويتزعم ذلك نتنياهو وغالنت وبن نفيل وسبوتريتش، وهناك أزنيكوت وغانس والذين يقولون يجب أن نذهب إلى صفقة تبادل للأسرى ويجب أن تتوقف عملية إطلاق النار حتى تمكن من استعادة أسرانا أولا، وبالإضافة إلى الاحتجاجات التي تتوسع ضد نتنياهو من أهالي الأسرى جنود ومدنيين عند المقاومة الفلسطينية، والتي وصلت حد المطالبة بإقالة نتنياهو بمعنى طرح شعارات سياسية لم تعد هؤلاء يطرحون فقط الجانب الشخصي والأسري والعائلي باستعادة أبنائهم من الأسرى، بل المطالبة بتحميل نتنياهو المسؤولية عن عملية قتل أبنائهم من الأسرى وعدم استعادتهم أحياء. لذلك هناك ضغوط داخلية، بالإضافة إلى أن هذه العملية بعد 110 أيام وهذا الحجم الكبير من الخسائر، تقول أن ما يبحث عنه نتنياهو من نصر أو صورة نصر لم يتحقق، لم يكن هناك أي إنجاز لا ميداني ولا عسكري ولا سياسي في هذا الاتجاه، بل أن ما زالت تبتلع جيش الاحتلال جنوده وضباطه ومدرعاته وآلياته ودباباته، وإذا ما استمرت هذه المعركة أكثر فأعتقد بأن جيش الاحتلال سيغوص في الوحل أكثر وستتعمق الخلافات في ليس في داخل مجلس الحرب، بل هناك المطالبات الكبيرة التي باتت تطالب بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات تبكيرية سادسة بين الحكومة وبين المؤسسة العسكرية. هذه العملية ربما تعمق الخلاف وتزيد من الانقسام داخل المحتل سياسيا. طيب، نتوجه بالسؤال إلى الأستاذ العقيد أحمد حمادة. مرحبا بكم معنا أستاذ أحمد.
اهلا وسهلا، احييكم واحيي ضيوفك الكرام ومشاهديكم. حياكم الله. تصدع ما بين القياده العسكريه وما بين الحكومه في الداخل المحتل بسبب هذه الضربه العسكريه، ولكن عسكريا بعد هذه الضربه التي تلقاها جيش الاحتلال بمقتل 24 من الضباط وجنود الجيش الاحتلال. ايضا يعلن جيش الاحتلال بانه فتح تحقيق في هذه الواقعه. يعني ما الاشكال الحقيقي الذي يعاني منه جيش الاحتلال فقط ربما بهذه العمليات النوعية؟ تحياتي لك. طبعا الجيش الإسرائيلي الذي حدد أهداف كبيرة جدا لم يستطع حتى الآن أن يحقق أي منها، فلم يستطيع أن يخرج أسير واحد حي من كل المعارك. 110 أيام خاضها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب في غزة، ضد المقاومة في غزة، كذلك المجلس العسكري الكابينيت وغيره من الحكومة، يعني من أدوات الحكومة الإسرائيلية، رفعوا السقف بشكل عالي وبدأوا بتنفيذ خطط عسكرية بلا أهداف حقيقية. يعني حتى الآن لا توجد أهداف حقيقية قابلة للتطبيق. خسائر كبيرة يتكبدها الجيش الإسرائيلي، مرد كل ذلك إلى ضعف الإرادة القتالية لدى الجنود الإسرائيليين واحد، ولضعف المعلومات نتيجة التكتم الشديد في داخل قطاع غزة على المعلومات. وتعتبر يعني مجموعة الأدوات التي تستخدمها المقاومة هي أدوات بسيطة، مثلا الأسلحة التي تتوفر لدى المقاومة لا يمكن التشويش عليها، فهي عبارة عن أسلحة بسيطة فردية تقوم بها المقاومة بضرب الجيش الإسرائيلي. ما حدث بالأمس في المغازي، وقبله كان هناك كمائن في منطقة الشمال في التفاح ربما وفي الزيتون شبيهة بهذه العمليات. كانت الجيش الإسرائيلي يقوم بتفخيخ المنازل والبيوت والأبنية المنشآت في تلك المنطقة من أجل تدميرها، ليجعل هناك فاصلا ما بين الأبنية في غرب، يعني غرب خط غزة أو غلاف غزة، وما بين غلاف غزة، من أجل تأمين حماية وحماية المستوطنين الذين يتخوفون حتى الآن من العودة إلى غلاف غزة. هذه القوة، القوة الهندسية، ربما تكون من وحدة هلوم المتخصصة في عملية الهندسة والتفخيخ وإجراء الأعمال الهندسية، لا يمكن، يعني لم تستطع القوات الإسرائيلية والاستطلاع الإسرائيلي من حمايتها، فهذه القوة بحاجة إلى حماية. أما بالنسبة للجيش الإسرائيلي فقد تم تدمير أولاً الدبابة ومن ثم ضرب المواقع الأبنية في قذيفة إير أربيجي التي جعلت باقي المفخخات التي يتم ربطها عبر هذه المجموعات مع مجموعة الأبنية تم تفجيرها، مما أدى إلى مقتل جماعات الهندسة. هذه العملية أدت إلى طلب النجدة من أجل الإسعاف ومن أجل يعني تمكين من بقي على قيد الحياة من إخلائه، ولكن وقعت كذلك في حقل ألغام مركب. إذن هي عملية مركبة قام بها المقاومون وكبدوا الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة. هذا يعني بأن المقاومة بالفعل هي تقوم بعمليات ناجحة مخطط لها بشكل جيد ومدروسة. أما الجيش الإسرائيلي حتى الآن رغم التفوق الناري، رغم التفوق التكنولوجي الذي لا يمكن مقارنته، هم يقعون في الخسائر الفادحة، وهذا يعني بأنهم أضعف على الأرض. نعم سيادة العقيد. نرحب أيضا في هذه الساعة مشاهدينا بالناشط السياسي والأسير السابق الأستاذ رمزي فياض. مساء الخير. مساء الخير. حياكم الله. لو سألنا عن الوضع داخل الكيان المحتل عن المصابين، مستشفى سوروكا الإسرائيلي استقبل أكثر من 2600 عسكري مصاب منذ بداية الحرب، هذا المستشفى لوحده. إذا كانت هذه الأرقام تأتي فقط من مستشفى واحد، فهل لا زال الشارع في الكيان المحتل يصدق بيانات المتحدث باسم الجيش؟ بمعنى آخر، هل هناك أزمة ثقة نشأت ما بين المؤسسة العسكرية والشارع نتيجة للأرقام المغايرة للواقع والأرقام التي تعطيها حتى المستشفيات مختلفة تماما عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي؟
والله حقيقة أزمة الثقة هي أزمة مركبة عند المجتمع الإسرائيلي. يعني ما حدث في 7 أكتوبر أسقط الثقة ما بين الشارع الإسرائيلي وبين المؤسسة الأمنية التي تحميه. اتهامات الشارع الإسرائيلي ومطالبة بلجان تحقيق، هذا ليس جديد على يعني على إثبات ما وصلت إليه من عدم الثقة. لكن المجتمع الإسرائيلي حاليا مشغول في ما يعتبره معركة وجودية، يعني معركة الدفاع عن وجوده، وأيضا غياب أي إنجاز في الميدان من الأهداف التي حددتها الحكومة الإسرائيلية اليمينية. هذا يزيد من الفجوة بين الشارع الإسرائيلي وبين الحكومة. أيضا فيما يتعلق بالإصابات، الجيش الإسرائيلي يعتبر أن المصاب قد يكلف الحكومة والموازنة الإسرائيلية أكثر مما يكلف من يقتل في المعركة، لأن المصاب يحتاج إلى تأمينات، نعم يحتاج إلى تعويضات، يحتاج إلى رعاية، وهذا يزيد من عبء الجيش الإسرائيلي ويزيد أيضا من عبء الحكومة اليمينية الإسرائيلية. أنا أريد أن أتحدث هنا عن من يقرر في إسرائيل. في إسرائيل هناك مستويين، هناك مستوى السياسي وهو المستوى الذي بالغالب يميل إلى اليمين، ولكن هناك الدولة العميقة في إسرائيل لها رأي مختلف. أنا قبل فترة كنت في الاعتقال قبل شهرين، وكان هناك نقاش مع ضباط المخابرات الذين يحكون معي. المجتمع الإسرائيلي واصل لقناعة بأنه يجب بعد هذه المعركة أن ينفصل عن الفلسطينيين، هذا رأي الدولة العميقة يعني اللي هي بمعنى تتمثل ما في الذي أكيد ممكن أن يحصل؟ هو حقيقة لا يمكن، يعني لغاية الآن القيادة الإسرائيلية اليمينية ونتنياهو ومصالحه الشخصية وخوفه من التعرض للسقوط والعرض على القضاء يمنع إظهار حقيقة الموقف الإسرائيلي وموقف الدولة العميقة. موقف الدولة العميقة في إسرائيل يقول بأننا من الصعب بعد هذه المعركة وبعد ما رأيناه في 7 أكتوبر أن نتعايش مع الفلسطينيين، وبالتالي يجب أن ننفصل عنهم. هذا هو موقف الدولة العميقة في إسرائيل، وبالتالي هذا لا يمكن التعبير عنه خيار حاليا. الدولتين؟ الإسرائيليين يتحدثون عن خيار الدولتين، الإسرائيليين يتحدثون عن خيار الانفصال من طرف واحد كما فعل شارون في قطاع غزة، لكن الطرف الأمريكي وهو الطرف الذي يرتبط بالدولة العميقة في إسرائيل لديه رأي بأن الفلسطينيين يجب أن يحصلوا على دولة، وهذا أفضل ضمان لأمن إسرائيل. نعم. طيب، نتوجه بالسؤال إلى الأستاذ راسم. أهالي المحتجزين اقتحموا اجتماع اللجنة المالية في الكنيست. هذا الضغط الذي يمارسه الشارع على الحكومة بالتزامن مع الضربات التي يتلقاها جيش الاحتلال في كل يوم، هناك عمليات نوعية، إلى أي مدى سيؤثر على قرار حكومة نتنياهو بالاستمرار بالحرب، عدم التفاوض، الإصرار على تحقيق الأهداف التي لم يتحقق منها أي شيء؟ يا سيدي، الأهداف الكبرى التي خرجت لها دولة الاحتلال لتحقيقها وما يسمى بالأهداف الاستراتيجية هي أهداف متطرفة موجهة للداخل الإسرائيلي، لا يمكن العمل على تحقيقها. والقول في هذا الاتجاه بأحد رجال المخابرات المركزية الأمريكية ريد سكوتر، وكان أحد المفتشين الدوليين في العراق عنه يسمى بأسلحة الدمار الشامل، قال بالعادة دولة الاحتلال تخرج إلى أهداف كبرى متطرفة موجهة للداخل الإسرائيلي لا تستطيع العمل على تحقيقها. ولذلك عندما خرجوا في بداية هذه الحرب العدوانية قالوا بأننا سنقضي على المقاومة الفلسطينية وفي القلب منها حركة حماس، وسنستعيد الأسرى بدون تفاوض، وسنعمل على عمليات الطرد والتهجير القسري للفلسطينيين وإقامة المناطق الآمنة وإعادة رسم خرائط المنطقة الاستراتيجية، إعادة رسم خرائط المنطقة وتشكلها من جديد. كل هذا الذي خرج له الاحتلال، وجدنا بعد 48 يوما أن نتنياهو الذي قال لن يتفاوض مع المقاومة بأنه سيحرر الأسرى بدون مفاوضات، اضطر التفاوض مع
المقاومة التي كسرت استراتيجيته ودخلت في مفاوضات على قاعدة الندية وجرت عمليات التبادل في 7 حدود متقطعة. بعد ذلك قال أنه سيستكمل الحرب وصل إلى قادة المقاومة وعليهم إما الاستسلام أو ليس أمام الخيارات أو الاستسلام أو القتل في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى استمرار نفس الأسطوانة القضاء على المقاومة وتحرير الأسرى بدون مفاوضات. ولكن هذه المرحلة الثانية التي دخل فيها هذه الحرب وجدنا أن ما يتحدث عنه وما يبحث عنه من نصر أو صورة نصر في قطاع غزة بحث عن ذلك في المشفى المعمداني، بحث في ذلك في حصار بيت السنوار واعتقال حذاء السنوار، وبحث عن ذلك في صورة متخيلة لمحمد ضيف، وبحث عن ذلك في نفق تم اكتشافه بالقرب من السياج انتهت خدمته، ولكن لم يجد لا نصرا ولا صورة نصر. ولذلك في هذه الجولة والتي زاد فيها عدد القتلى من الأسرى الإسرائيليين زادت الاحتجاجات من قبل أهالي الأسرى اتجاه نتنياهو وتحميله مسؤولية استمرار في الحرب بدون أهداف وبدون آفاق واضحة، وأن نتنياهو يسعى إلى أن ينقذ نفسه شخصيا، لأن نتنياهو يدير هذه المعركة بوفق شخصي ويطيل أمد قيادته السياسية. ما الذي يراهن عليه نتنياهو مع كل الضغوط الداخلية، مع كل الضربات التي يتلقاها، مع يعني حتى المؤسسة العسكرية أصبحت بالضد منه وكثير من الوزراء؟ يا سيدي، أنا أعتقد أن رهان نتنياهو يريد أن يهرب إلى الأمام، والهروب إلى الأمام هو يعني أنه يريد توسيع دائرة الحرب، بمعنى الذهاب إلى أن تتعدى هذه الحرب حدود قطاع غزة، بمعنى نقلها إلى حرب أوسع في على الجبهة الشمالية. ولذلك نجد أن نتنياهو في إطار هذه عملية الهروب مع جالانت هم يحاولون أن يتحول تلك الحرب إلى حرب أوسع وأشمل، ربما إلى حرب إقليمية حتى تختلط الأوراق، وبالتالي نتنياهو في إذا ما توسعت الحرب هو لا يتحمل المسؤولية المباشرة عن الفشل الأمني والاستخباري والهزيمة في 7 أكتوبر، وبالتالي لا يخسر الحكم. ولذلك هذا نتنياهو يعمل عليه بشكل مستمر، ونجد هناك تصعيد غير مسبوق على الجبهة الشمالية ومحاولة نصب فخ لحزب الله اللبناني من أجل جره إلى معركة شاملة أو حرب شاملة، رغم الحديث بأنهم لا يريدون أن تكون هناك حرب شاملة على الجبهة الشمالية، ولكن ما يقومون به في هذا الاتجاه يدلل على أن جالانت ونتنياهو والذين يعتقدون بأنه عدم قدرة المستوطنين من العودة إلى مستوطناتهم والخسائر الاقتصادية الكبيرة وكل هذا الذي يحدث ورفض حزب الله اللبناني وقف إطلاق النار، إلا وقف إطلاق النار يبدأ من قطاع غزة وليس من الجنوب اللبناني، كل هذه الأوراق التي يراهن نتنياهو على توسع المعركة ودخول الولايات المتحدة الأمريكية لتلك الحرب وسيشكل عمل إنقاذ لنتنياهو في هذا الاتجاه. ولكن هناك نقطة جوهرية يجب الانتباه لها، إخراج نتنياهو من المشهد السياسي ليس بالعمل السهل. المؤسسة العسكرية هي صاحبة القرار الحاسم في هذه القضية. طيب، نسأل هذا السؤال نعم إلى سيادة العقيد أحمد حمادة. أستاذ راسم يقول أن نتنياهو يسعى إلى توسيع وتوسعة المنطقة لتشمل إلى مناطق أوسع ويصل إلى الشمال حتى. هل بإمكان المؤسسة العسكرية، هل بإمكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الذي لم يستطع تأمين جنوده، الذي لم يستطع تحرير واحد من الأسرى ولا السيطرة على متر واحد من غزة، هل يستطيع توسعة المعركة أكثر؟ وهناك مشكلة بجنود الاحتياط، هناك مشكلة حتى بمعنويات الجيش وتحقيق أي هدف من الأهداف المرسومة. يعني طبعا الجيش الإسرائيلي ليس جيشا ضعيفا أو لا يوجد لديه آليات أو وسائط قتال، فهو الجيش الرابع في المنطقة، ترتيبه 14 في العالم، لديه إمكانيات قتالية عليا، لديه طائران متفوق جدا F-35 16، غير من هذه الطائرات لديه إمكانيات ضخمة جدا، ولديه مثلا 170 ألف من القوات العاملة، ولديه 160 إلى 400 ألف من قوات الاحتياط. ولكن المعركة في قطاع غزة هي مختلفة عن كل المعارك الكلاسيكية التي تخوضها الجيوش. هي معركة يعني
جيش يقاتل أشباح، يقاتل أبنية، يقاتل شيء غير موجود. يعني عندما نرى اليوم قوام القوات المدافعة، يعني قوات المقاومة، هي شخص أو شخصين أو 3 أشخاص، وفي الأغلب مجموعة بسيطة مجهزة من أجل التصدي للدبابات أو للقيام بأعمال قتالية يعني خاصة على شكل الذئاب المنفردة أو على شكل مجموعات حرب عصابات. لذلك هي حرب صعبة لم يحضر لها الجيش الإسرائيلي كثيرا. أما في منطقة أخرى ربما تكون جبهات، ربما تكون العمليات أسهل للجيش الإسرائيلي، حيث يمتلك القوة النارية الهائلة والإمكانيات والاستطلاع وغير ذلك. طبعا هذه هي المسألة. أما بالنسبة لنتنياهو فنتنياهو يدرك تماما بأن اليوم الثاني لانتهاء المعركة أو وقف أطلاق النار سيذهب وراء شباك المحاكم أو السجون نتيجة مشاكل كبيرة في هذا الشأن. فلو أراد الجيش الإسرائيلي أو الدولة الإسرائيلية المتمثلة في الحكومة اليمينية المتطرفة إنقاذ الأسرى لكان أمرا سهلا منذ اليوم الأول قبل بدء المعارك، تم عرض هذه المسألة، تبييض السجون والجميع مقابل الجميع. ولكن نتنياهو كان يذهب للهدف الأكبر، وهو إجلاء سكان قطاع غزة من قطاع غزة وتأمين هذه المنطقة بشكل أوسع. لذلك نتنياهو كان لديه أهداف أكبر، وحتى الآن عدة وزراء من وزراء هذه الحكومة. طيب هنا سؤال ميداني، مثلا المناطق التي تم فعلا خروج السكان إليها، هل صارت أسهل بالنسبة لجيش الاحتلال بأن يقتحمها ويسيطر عليها، أم زادت صعوبتها لأنه المقاومة تخرج له من أماكن لا يتحسب لها، ودمار الأبنية أيضا يعمل على عرقلة دخول قوات الاحتلال؟ نعم، يعني المشكلة في قطاع غزة هي محضرة تحضيرا جيدا بشكل كبير من قبل المقاومة. تم تحضير الأبنية للدفاع من حيث المتاريس ومن حيث وجود فتحات الأنفاق، كذلك محضرة الأرض الفارغة التي تعتبر قليلة الأبنية السكنية من حقول الألغام. أما الذي يبحث عنه الإسرائيلي والأمريكي والغربي والبريطاني الذي جلبوا طائرات الاستطلاع MQ وشادو A1 من أجل رسم خرائط الأنفاق، فهم لم يستطيعوا حتى الآن. فالمشكلة الكبيرة هي في الأنفاق. الجيش الإسرائيلي يستطيع أن يسحق كل شيء فوق الأرض، وهو قصف حتى الآن أكثر من 70 إلى 80 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة. أما المشكلة التي لم يستطع أن يحلها الجيش الإسرائيلي رغم كل الأدوات التي يمتلكها هي مشكلة الأنفاق، حتى الآن لم يستطع أن يجد هذه الشفرة. هذه الشفرة التي حاول مرات في الكلاب البوليسية، ومرة في الريبورت، ومرة بضخ المواد الغازية، ومرة يتحدث عن ضخ مياه البحر، ولكن حتى الآن لم يستطع أن ينجح الجيش الإسرائيلي في الكشف عن الشفرة الحقيقية للأنفاق. لذلك يتصدى له المقاومون، يخرجون من فتحة النفق، يضربون الهدف ومن ثم يعودون بسلام. طيب هنا أيضا لو نتوجه إلى الأستاذ رمزي بسؤال حول الوضع خارج الكيان والدول التي كانت داعمة له. في اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء بريطانيا، ناقشوا في هذا الاتصال أهمية زيادة المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في قطاع غزة. هل هذا يعتبر تحول حقيقي ربما في المواقف الداعمة أو في المواقف لأكبر من هم داعمين للاحتلال، أم هي مجرد تصريحات للاستهلاك الإعلامي فقط؟ لا، هو هناك تحول، ولكن التحول أسبابه إدراك هؤلاء الحلفاء لإسرائيل بأنه من مصلحة إسرائيل، وهم أكثر إدراكا لمصلحة إسرائيل من الحكومة اليمينية، أن مصلحة إسرائيل تقتضي بأن تخف الضغوطات الدولية وحملة التضامن مع الشعب الفلسطيني، وهذا مدخل المساعدات الإنسانية للتخفيف من الصورة المشوهة للاحتلال الإسرائيلي في المجازر التي ارتكبها. بتصوري أن الولايات المتحدة الأمريكية
وبريطانيا وهم حلفاء لإسرائيل حريصين على أن تحقق إسرائيل صورة على الأقل صورة يعني مخففة، خاصة في ظل التوجه إلى محكمة العدل الدولية واحتمال إدانة إسرائيل. لذلك الولايات المتحدة ومعها بعض الجنرالات في إسرائيل وأيضا جانتس والحلفاء الذين دخلوا الحكومة الإسرائيلية حديثا، وهم لديهم تصور أفضل من حكومة نتنياهو، يرون بأن وقف الحرب أو تحقيق هدنة وإدخال المساعدات هذا يساعد إسرائيل في تحسين صورتها أو التخفيف من الصورة نعم المشوهة أستاذ رمزي، التي نستميحك عذرا نأخذ فاصل قصير ثم نعود ونكمل هذا الحوار مع حضرتك ومع بقية ضيوفنا. فاصل قصير ونعود إليكم مشاهدينا. نرحب بكم من جديد مشاهدينا في هذه التغطية المتواصلة من قناة الرافدين حول الأوضاع في غزة والعدوان الصهيوني المستمر عليها. أستاذ رمزي، كنا قد تحدثنا وسألتك عن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والتي يريد أن تتبناها أمريكا وكذلك بريطانيا، وقلت أنها ربما من أجل تخفيف الضغط على إسرائيل وإنقاذها من الضغوطات التي كانت عليها أو أضحت عليها بعد القضية التي رفعت عليها في محكمة العدل الدولية. ولكن السؤال هنا، هل هذه المساعدات التي من الممكن أن تخفف الضغوط عليها ستوافق عليها إسرائيل؟ ستوافق أن تدخل مساعدات إلى غزة الآن؟ إسرائيل حساباتها حسابات خاصة بها، ولا تأخذ بعين الاعتبار الحسابات سواء الأمريكية حتى الأمريكية ولا البريطانية. نعم. إسرائيل حساباتها يمكن أن تدفعها إلى الموافقة من باب أن على سبيل المثال هناك ضغط على الضفة الغربية عبر الاجتياحات المستمرة ومصادرة وسرقة الأموال للمقاصة الفلسطينية. الخبراء الأمنيين في إسرائيل يقولون بأن استمرار هذا الضغط على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة سيزيد من كلفة الاحتلال الإسرائيلي، بمعنى أنه يمكن أن تنفجر جبهة الضفة الغربية بشكل أوسع وبالتالي تكون الخسائر الإسرائيلية أكبر. أيضا الاقتصاد الإسرائيلي اليوم يمر بأزمة، خاصة مع تكلفة الحرب في غزة وأيضا مع ما يحدث في باب المندب، وهذا يجعل الاقتصاد الإسرائيلي متضرر. بالتالي حسابات إسرائيل الخاصة بها قد تدفعها إلى الموافقة على دخول المساعدات الإنسانية من باب تخفيف أيضا الضغط عليها. طيب، نعود بالسؤال للأستاذ العقيد أحمد حمادة، وبالحديث عن العملية النوعية التي أوقعت 24 من الضباط وجنود الاحتلال. السؤال هنا، هل من المنطقي أن يتجمع 21 جندي وضابط في مكان واحد بحسب تعليمات الأمن والسلامة المعمول بها من جيوش العالم سيادة العقيد أحمد؟ نعم، هو عدد كبير بالفعل، ولكن يعني الظروف التي جعلت العدد كبير هي ظروف مركبة. هناك دبابة ومجموعة من مشاة كانت جاهزة من أجل الدفاع عن المجموعات الهندسية التي تقوم بتفخيخ الأبنية من أجل تدمير هذه الأبنية، ولكن كان هناك تكتيك لقوات المعارضة أو الفصائل القتالية المقاومين، قاموا بضرب أولا الدبابة. عندما اشتعلت هذه الدبابة ربما تكون مجموعات أخرى من المقاومة موجودة في نفس المكان،
اشتعال الدبابة أدى إلى كشف الغطاء عن باقي المجموعات التي تقوم بتفخيخ الأبنية، مجموعات الهندسة، مجموعات الهندسة ربما تكون بحدود 15 إلى 20 إلى 10، حيث يقومون بتوصيل الأشرطة الكهربائية أو أشرطة TNT لوصل مجموعة الغام ليشملوا كل مبنى. لا ندري إذا كان المبنى طابق واحد أو اثنين أو ثلاثة أو مسطح أو غير ذلك، ولكن هذه هي القضية. اشتعلت هذه الدبابة وقام مقاوم آخر بضرب قذيفة الريبيجي أو التاندوم أو بعض القذائف التبيجي باتجاه المبنى، مما أدى إلى اشتعال الألغام. هذه الألغام عندما اشتعلت تفجر المكان كله بهذا الشكل، هرعت بعض المجموعات. كان هناك بعض المقاومين كذلك أعدوا يعني مكان حقل الألغام ليكون شرك لهذه المجموعات التي تأتي، أو منطقة قتل تقتيل. دخلوا في هذا الألغام، في حقل الألغام، وتم تفجيره. إذن هناك ثلاث عمليات في قلب العملية التي سميت عملية كبيرة في هذه الأمكنة. بالطبع ربما يسأل سائل أين يعني طائرات الاستطلاع، أين المجموعات الأخرى؟ كله موجود، ولكن عندما تكون الأهداف قريبة من بعضها وتكون هناك الأعمال والتفجير لا تنفع به الطائرات. ورأينا بأن المقاومة استطاعت إنزال وليس إسقاط بعض الطائرات التي تقوم بجمع المعلومات عن المقاومين. طبعا تقوم جمع المعلومات عن في الأرض من المقاومين ومن العدو الإسرائيلي، تصور كل شيء. وتم تفكيك شفرة بعض هذه الطائرات والاستفادة من المعلومات لصالح المقاومة. إذن أصبحت الطائرات التي يتم إنزالها هي سلاح ذو حدين للعدو الإسرائيلي، يتم الاستفادة من المعلومات. أما بالنسبة لأمن القوات، حتى الآن لا تستطيع إسرائيل تأمين حماية قواتها المتقدمة أو المتوغلة، لأنها لا تمتلك المعلومات الحقيقية عن الميدان أو أرض المعركة أو عن مجموعة المقاومين الذين يتحدثون. ليسوا جيشا كلاسيكيا في جبهة أو في منطقة معينة. بالتالي هنا ظهور العدو هي المكشوفة للمقاومة وليس العكس، رغم كل ما يمتلكون من طائرات استطلاع، أقمار اصطناعية، أجهزة مراقبة، حتى الدول الغربية معها كل أنواع الاستطلاعات، لكن العكس هو الصح. حتى الأبنية التي يتم تهديمها هي عبارة عن عامل إيجابي بالنسبة للمقاومين. ربما يكون تجهيز العبوات في داخل هذه الأبنية التي لا يشك فيها الجيش الإسرائيلي، تصبح متاريس، تصبح مناطق حماية وستر للمقاومة، وربما تكون فتحة الأنفاق ضمن هذه الأبنية يخرج ويدخل منها بطريقة مبوهة طبيعية. لذلك حتى الآن الجيش الإسرائيلي لا يجد شيء، عندما تتقدم الدبابات لا يجد شيء أمامه مما يعني يسير، والعدو لا يعرف هل يأتي من الأمام، هل يأتي من الخلف، هل يأتي من الأسفل، لا يعلم. لذلك هذه هي المعركة التي يفقد فيها الجيش الإسرائيلي كبرياءه، يفقد الجيش الإسرائيلي فيها قواته، يفقد فيها كل شيء الجيش الإسرائيلي. لذلك لا أتوقع بأن أمام الجيش الإسرائيلي في الأخير غير الرضوخ والانسحاب لصالح المقاومة. أستاذ راسم، لو تحدثنا عن ما هو أكبر من الحرب الموجودة، بحسب موقع بلومبيرغ فإن الحرب في غزة جمدت مشروع الممر الاقتصادي الذي يربط ما بين الهند والشرق الأوسط وكذلك أوروبا. إذا كان هذا هو الحال، لماذا لم تتحرك لحد الآن هذه الدول المتضررة من هذا المشروع لوقف الحرب التي يعني يواصل أو يصر عليه الاحتلال على غزة؟ يا سيدي، صاحبة مشروع هذا الحرب هي الولايات المتحدة الأمريكية. من يقود الحرب ويشن الحرب على شعبنا وأهلنا في قطاع غزة هو الأصيل، الولايات المتحدة الأمريكية تخوض هذه الحرب تحت شعار ما يعرف بالأمن القومي الأمريكي، وبالتالي إسرائيل في هذه القضية هي الأداة التنفيذية للولايات المتحدة الأمريكية لمثل هذه الحرب، وهذا بعكس ما كان في
تموز 2006. في تموز 2006 عندما شنوا الحرب على لبنان مع حزب الله، كان الوكيل هو من يشن هذه الحرب لخلق ما يعرف بالشرق الأوسط الجديد الذي بشرت به وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس في ذلك الوقت، والذي تم قبره من قبل حزب الله بعد 33 يوما من المعارك. الآن عندما نتحدث أن الولايات المتحدة الأمريكية هي مصاحبة هذا المشروع للحرب، ولكن لا تريد لهذا الحرب أن تتوسع، ولذلك هي تخوض نشاط عسكري تحت سقف عدم تحول هذه الحرب إلى حرب إقليمية شاملة. هي تقسم في اليمن وتقسم في العراق وتقسم في سوريا، ولكن هي لا تريد أن تتوسع الحرب إلى حرب شاملة بما يهدد مصالحها الاستراتيجية في هذه المنطقة. أمريكا تريد أن يا سيدي أن تعيد تموضعها الجيوستراتيجي في المنطقة من غرب آسيا وحتى منطقة الشرق الأوسط، وتريد أن تحاصر التحالف الروسي الصيني الإيراني وتقطع الطريق على طريق الحزام والطريق والعودة إلى الصيني والعودة بهذا الطريق من الهند إلى الإمارات والسعودية، ومن بعد ذلك إلى ميناء حيفا وتصدير الطاقة والنفط من ميناء حيفا إلى دول أوروبا، في ظل أن أوروبا تعاني من شح في الطاقة نتيجة العقوبات التي تفرضها عليها روسيا لمشاركتها الولايات المتحدة الأمريكية في حربها على أوكرانيا. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق هذا المشروع عمدت إلى تدمير ميناء بيروت، وتم قصف ميناء اللاذقية من قبل إسرائيل في هذا الاتجاه لكي يبقى ميناء العقبة هو ميناء حيفا هو الميناء الوحيد أمام عملية تصدير الطاقة والنفط إلى دول أوروبا في هذا الاتجاه. وقضية أخرى يجب الانتباه لها جيدا في إطار المصالح الاستراتيجية، عندما نتحدث عن منطقة شمال قطاع غزة والإصرار على إقامة ما يسمى بالمنطقة الجغرافية الآمنة لتأمين ما يسمى بمستوطنات غلاف غزة الجنوبية والسماح بعودتهم، هناك في الشمال 35,000 مليار متر مكعب من الغاز النقي، ولذلك هذا الغاز النقي مطلوب السيطرة عليه في هذا الاتجاه. وكذلك في منطقة غزة يجب أن يكون ممر اقتصادي لما يسمى بمدينة النيوم السياحية الاقتصادية التي يعمل عليها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وأضف إلى ذلك أن هناك قناة بديلة لقناة السويس يجري العمل عليها، هي قناة بن غوريون، أن تكون بديلة لقناة السويس في هذا الاتجاه. لذلك المعركة أكبر من قطاع غزة، هي معركة طاقة، معركة ممرات مائية، معركة مصالح استراتيجية في هذه المنطقة التي تتجمع فيها المصالح الاقتصادية والأمنية الأمريكية في هذه المنطقة. ولذلك أمريكا تعتبر أن أي هزيمة لدولة الاحتلال هي هزيمة للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، ولذلك تجد كل هذا الدعم. اليوم الأول تقاطر كل زعماء أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية من الرؤساء والوزراء والجنرالات إلى دولة الاحتلال من أجل الدفاع عن هذه الدولة. طيب. وحماية مصالحها. طيب. اسمحوا لنا ضيوفنا الكرام ومشاهدينا أن نشاهد هذه المادة من الإنفوغرافيك عن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، ثم نعود إلى حضراتكم. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه التغطية المتواصلة من قناة رافدين، ونتوجه بالسؤال إلى الأستاذ رمزي فياض، الأسير السابق والناشط السياسي الفلسطيني من الضفة الغربية. سيد رمزي، يعني الحديث عن إطلاق سراح الأسرى يدفعنا عن عمليات الاعتقال التي تتم يوميا في الضفة الغربية، إلى أي مدى ترى أن الاحتلال يحاول خلط أوراق، ولا سيما أنه يعيد اعتقال من تم تحريرهم في الصفقة السابقة؟ ما الذي يحصل في الضفة الغربية؟ لماذا يتم استمرار اعتقال الفلسطينيين وبعدها يتم إطلاق سراحهم بالصفقات السابقة؟ ما الذي يرمي إليه الاحتلال؟ أولاً دعنا نتحدث عن ما يمر به المعتقلون في السجون. نعم. أنا قبل شهر ونصف تقريباً كنت في السجن ورأيت بعيني مدى الإذلال والإهانة والتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون. هذا لم يحدث منذ سنوات الستينات. عمليات الضرب وعمليات التعذيب، أيضاً نتائج هذا التعذيب الذي أدى لاستشهاد 8 أسرى خلال 3 شهور، هذا يعبر عن مدى الوحشية التي وصل إليها المحتل الإسرائيلي. هذا من جانب. من جانب آخر، عدد المعتقلين ارتفع من 5000 إلى أكثر من 10000 أسير، بمعنى أن الإسرائيليين قاموا باعتقال ما يقارب 5000 أسير خلال فترة الحرب. إسرائيل تريد من قبيل الضغط على المقاومة، من قبيل الضغط على قطاع غزة، ومن قبيل الضغط على الفلسطينيين، أن توصل رسالة بأن كل أسير يتم تحريره هو عرضة للاعتقال مرة أخرى، وأيضا كي يكون لديها أوراق للتفاوض عليها في حال إتمام عملية تبادل أسرى، بحيث أن تفرج عن أسرى معتقلين بلا تهم. السؤال هنا أستاذ رمزي، يعني ألا يعد هذا اللعب في النار من قبل الاحتلال؟ يعني هم يزيدون الضغط الشعبي على الكيان المحتل، ألا يخشون من تفجر انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية اليوم؟ الإسرائيليين يريدون أن يصل المجتمع الفلسطيني إلى مرحلة من الضغط الاقتصادي ومن عدد المعتقلين ومن عدد الشهداء ومن قصف المدنيين بلا سبب. نعم. يريدون أن يصل الفلسطيني إلى قناعة بأنه لا فائدة من المقاومة أولا، وثانيا عليكم أن تقبلوا بالرؤية الإسرائيلية للحل. نعم. الرؤية الإسرائيلية هي إما فلسطيني مهاجر وإما فلسطيني خاضع، وبالتالي اليد الإسرائيلية القاسية التي تمعن في تعذيب ووحشية بشكل وحشي تجاه الشعب الفلسطيني. نعم. الهدف منه هو إخضاع الشعب الفلسطيني، وهذا غير وارد على اعتبار أن الفلسطينيين أيضا يعتبرون هذه المعركة معركة وجودية، وهي بوابتهم نحو إقامة الدولة الفلسطينية. شكرا لكم من الضفة الغربية الناشط السياسي والأسير السابق الأستاذ رمزي فياض، وكذلك نشكر من القدس الكاتب المختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ راسم عبيدات، شكرا لكم على هذه المداخلة معنا، ونشكر من إسطنبول الخبير العسكري العقيد أحمد حمادة، شكرا لكم على وجودكم معنا، ونشكركم مشاهدين على المتابعة. إلى اللقاء.